بقى دلوقتي الدكتور قال لنا مفهوم مختلف تماما ماشي، ان القلب مجرد مضخ. امال الاغاني اللي احنا قاعدين بنسمعها انا بحبك ودتنا انا بموتك الاغاني دي جايه منين بقى؟ عايزين نفهم. انا هربع لكم هنا وعايز افهم الاغاني دي جايه منين. من حقك يا فندم. انا كلام حضرتك غيرني خالص. قولي لي بقى الاغاني اللي احنا قاعدين بنسمعها دي بتجي لنا ازاي؟ والله بصي يعني القلب والحب وال يعني ده ماركتنج، يعني دي الناس بتماركت لنفسها عشان خاطر الكلام اللي الدكتور بيقوله ده فعلا مش هو المتعارف عليه ولا هو اللي احنا متربيين عليه ولا اي حاجه. احنا متربيين على ده، على الاغاني والافلام والحاجات اللي دايما فيها يعني احنا بنقعد نسمع الاغاني طول الليل على ضي القمر. بصي يعني وعلى القلب يعني هي كلها بتتكلم على القلب. طبعا انا متفقه مع الدكتور في الحته بتاعت انه في التشابه والاختلاف، يعني الحته دي انا متفقه فيها جدا، انه لازم احبك زي ما انت وباختلافك باي حاجه فيك، لانه مش المفروض ان احنا نغير بعض، مش المفروض ابدا ان احنا نغير بعض. بس انا حته انه انا لو انا بحب حد ما ينفعش ابقى عارفه انا بحبه ليه، هي دي اللي انا مختلفه فيها بصراحه، لان انا لو انا مش عارفه انا بحبه ليه او لو انا مش مرتبه افكاري تجاهه مش هبقى حاسه ان هي علاقه صحيه. بس معنى ان انت رتبتي افكارك ان انت دخلتي عقلك في الاختيار. ضروري لازم العقل يدخل، ضروري، يعني هو كده كده هو مصدر كل الحاجات، حتى المشاعر طالعه من العقل يعني. بس انا لازم ابقى عارفه كويس قوي متطلباتي في الحياه شكلها ايه، ومشاعري دي لازم ابقى بعرف اتحكم فيها. يعني فكره الانجراف على طول الخط دي بدافع الحب انا بشوفها حاجه مؤذيه، يعني بشوفها ان هي مش صح للطرفين. طب انا عايزه بقى اقول لك على حاجه. اوكي. واحده كلمتك وقالت لك الحقيني، انا ضربت خناقه مع جوزي والدنيا ولعت نار، وقال لي دلوقتي حالا اختاري، يا تكملي معايا يا بنت الناس يا ما تكمليش. هي تعمل ايه؟ هل تختار عشان تبقى سمعت كلامه؟ لا لا. ولا تبقى مدركه ان هي دلوقتي في حاله في لحظه يعني زي ما بيقول كده في لحظه اختيار صعب، ولا مؤهله نفسيا ولا عصبيا للاختيار؟ وان ما اختارتش هتبقى زي شاعرنا نزار قباني ما بيقول فجبن الا تختاري، تبقى يبقى نوع من انواع الاختيار. وحش كده احنا بقينا جبنة. بصي بصراحه انا بشوف ان اتخاذ القرار من اصعب ما يكون. يعني في ناس سهل عندها ده، بس الاغلبيه لا، القرار ما بيبقاش سهل، القرار بيبقى محتاج طاقه اصلا. يعني تنصحيها بايه؟ اتخاذ القرار في حد ذاته يحتاج طاقه، تحت ضغط لا بنعرف نفكر ولا بنعرف نتصرف، واي قرار هيتاخد تحت ضغط هيتاخد بشكل عشوائي تماما. 50-50 هيبقى نسبة انه صح 50، نسبة انه غلط 50. طب الموقف نفسه تعمل فيه ايه؟ تبعد؟ تمشي؟ تطلب طبعا ان هي يعني تاخد خطوة لورا بالتفاهم وبالتراضي، يعني انت محتاج تهدى وانا محتاج اهدى، ونرجع تاني نتكلم من اول وجديد يعني. ونرفض.